العلاقة بين الصدريين والتشرينيين علاقة فيها الكثير من التعقيد، يعني هم في بعض الأحيان اتفقوا وتعاملوا أو تعاونوا حتى في 2019، ثم بعد ذلك تصادموا في بعض المدن مثل النجف وغيرها، وسقط من الطرفين جرحى وقتلى. أيضا الرؤية التشرينية تختلف عن الرؤية الصدرية. الرؤية الصدرية تريد التغيير من داخل المنظومة السياسية، باعتبار أن الصدريين هم من الفاعلين السياسيين الأساسيين. التشرينيون يضغطون من خارج العملية ويريدون تغييرات ليست من خلال نفس الأدوات السياسية الحالية. الصدريون يعني الذين يقدمونه من يعني عبارات للتشرينين هو أنه نحن نتفق على الإصلاح، نحن أيضا للتشرينيين فرصة هذه بوجود الصدريين أن يستغلوها ويكون هنالك إصلاح. الصدريون غالبا ما يقولون بأن أكثر من 80% من المواقف بين الصدريين والتشرينيين هي متشابهة. يعني سيد الصدر دكتور، من مصلحة الطرفين عذرا للمقاطعة دكتور، سيد الصدر بالنص بالخطاب الأسبوع الفات قال أنه استغلوني للإصلاح، وأعدكم ما معناه يعني معنى الكلام أنه لن يكون هناك فاسد حتى من التيار الصدري. يعني هذا هو الكلام، الصدريون سواء كان السيد الصدر نفسه أو سواء كان الأشخاص الذين يتكلمون باسم الصدر أو حتى المقربون من الصدر كلهم يرسلون هذه الرسائل، أنه هذه فرصة للتشرينين لأنهم لوحدهم لا يستطيعون أن يحدثوا التغيير الذي يريدون، فهذه فرصة لهم باعتبار وجود التيار الصدري، جمهور التيار الصدري، الشرعية الصدرية الانتخابية، كل هذه الأمور، بمعنى أنه يحاولون أن يقولوا إيه بس ممكن يقنعهم، ممكن يقنع التشرينين جانبا. نعم ممكن يقنعهم، ممكن السيد الصدر يقنع التشرينين بأنه يابا تعالوا خلينا نوسع هذه التظاهرات. لدى الصدر أعتقد مشكلة من أجل تحقيق هذا الهدف. أولا أن التشرينيين ليست لديهم قيادة معروفة، ثانيا أنهم أطياف كثيرة وكبيرة ولكل منهم توجهات. أعتقد بأنه خلافا للصدريين الذين يجمعهم كلمة، تجمعهم كلمة وتفرقهم كلمة، التشرينيون أصعب وأعقد من ذلك، ولديهم آراء كثيرة ولديهم أيضا أهداف كثيرة، إضافة للتاريخ بينهم وبين الصدريين الذي لم يكن في مجمله تاريخا إيجابيا.